سلام البنات، لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله بغيت ندير لكم واحد لا فيديو دغيا بالزربه، ما نطولش عليكم. غادي ندير واحد القناع. هذا القناع عجيب بزاف وزوين، غادي يحيد كيقضي على الحبوب اللي في الوجه والتجاعيد اللي كيكون عندنا في الوجه حدا العينين. المهم كل وحده فين كيكون عندها التجاعيد، وهذيك الكحول اللي كتكون في جناب ديال الفم حتى هي كتحيد. هاد القناع هذا فيه غادي شنو غادي يكون فيه؟ عندنا هنا لاسبيرولين، جوج حبات ديال لاسبيرولين وجوج حبات ديال لاسبيرين. غادي نشدو هاد الحبات هادو، غنديرهم في شي اناء ولا شي طبيصيل، وغادي نبقاو نضربوهم بالمعلقه. المهم كل وحده وكيفاش غادي تطحنهم ولا تدقهم. المهم هو غادي خاصنا نحصلوا على بودر منهم بجوج، غندقوا لاسبيرولين ولاسبيرين، ومن بعد غادي نخلطوا معهم واحد شويه ديال المواط، غادي حتى نحصلوا على واحد الكريم. تكون عندنا واحد الكريم غادي نديروها في الوجه ديالنا. المهم انا غادي ندقوا ونرجع لكم تشوفوا الطريقه. صافي انا دقيت لاسبيرولين ولاسبيرين، غادي نزيد عليهم غير واحد شويه ديال الماورط شويه هنا. صافي وغادي نخلط حتى يوليو عندي كريم، وغادي نديرهم في الوجه. تخليهم واحد 20 دقيقه وتغسلي بالماء بارد. صافي المهم هو هاد القناع هذا ديريه مره واحده في السيمانه، كنعاود ناكد عليها مره واحده في السيمانه ماشي اكثر. وغادي تلاحظي بعدا الا كانوا فيك شي حبيبات رقاق غادي تلاحظي باللي كيطيروا كيتحيدوا. كنخلطهم بحال هكا، نجمعهم هنا لحقاش الكمية قليلة، كدير الكمية اللي غادي تقدك في الوجه ديالك. صافي وهادشي اللي كاين. نتمنى تجربوا هاد الماسك، والسلام عليكم. بصحة وراحة.